اعتبرنا بان كاين بعض الامور اللي هي ضروري نقوم بها. اولا عندنا بزاف ديال الضياع عندنا في القنوات. اليوم كاين بعض القنوات تمشي 40% ديال الماء للتسهيل، وبالتالي اذا المراجعه وتطوير المردوديه ديال الشبكات لا في مجال الفلاحي ولا في مجال الماء الصالح للشرب. ثانيا عندنا كذلك العمل على، وهذا امر اساسي، وهو حقنه السدود. انتم عارفين بان عندنا اشكاليه ديال التوحل، وبالتالي غنديروا برنامج خاص باش نقلصوا من هذاك التوحل. الا ربحنا 20% اي اننا ربحنا مليار ديال المتر مكعب. ثالثا الماء اللي تيمشي للبحر، هذا الماء اللي تيمشي للبحر فاحنا بغينا نحولوه للمناطق الاكثر تضررا. اذا حنا تنشتغلوا كذلك في هذا الاطار طبقا للتوجيهات الملكيه على نقل ديال هذه المياه اللي هي تتمشي للبحر اللي تضيع واللي بغينا نستغلوها، وهي كذلك امكانيات كبيره واللي تمكن الواحد يستعملها.